شباب نيجي للهيمولايتيك انيميا. الهيمولايتيك انيميا تتقسم اثنين، انترا كارباسكولار او اكسترا كارباسكولار. الانترنزيك او الاكسترنزيك. الانترنزيك هي شنو ديفكت سبب التحلل للار بي سي، هو وجود ديفكت بالار بي سي ذاتها، فهاي كريات دم حمراء. الديفكت وين ممكن يصير؟ ممكن يصير بالممبرين فاقول هذا ممبرين اباثي، ممكن بالانزيم فاقول انزيم اباثي، ممكن بالهيموغلوبين فاقول هيموغلوبين اباثيز، او ممكن يكون اكسترنزيك. الاكسترنزيك شنو الديفكت؟ ممكن يكون اميون او نون اميون. بالنسبه للانترنزيك التكسر وين يصير؟ يصير التكسر بالانترنزيك بالسيركيليشن نفسها، ويصير انجولفمنت لهذه الار بي سي اللي تكسرت عن طريق الماكروفاج، بينما بالاكسترنزيك تصير التكسر بالسبلين. فبالتالي شو يعطيني؟ يعطيني سبلين وميجالي بالاكسترنزيك، سبلين وميجالي، ويعطيني جوندس. هذه وحده. اما بالنسبه للانترنزيك التكسر قلنا انه الار بي سي هذه بتتكسر بالسيركيليشن، تجي الماكروفاج تاكلها تعطيني مكوناتها الاساسيه. من مكوناتها الاساسيه الهيموغلوبين فحيرتفع فينطيني هيموغلوبينيميا، يعطيني ايضا الايرون. الايرون هو شنو؟ يروح يرتبط بمات الناقل ترانسفيرين ويظل يعني شيء بالسيركيليشن. تعطيني المكون الثالث اللي هو البروتوبورفيرين اللي راح يتحول الى بيلروبين، وهذا البيلروبين يكون اندايركت، فحيرتفع الاندايركت بيلروبين. هو الاندايركت نفس الانكونجوجيتد، هو ما لحق يرتبط لان الارتباطون يصير بالليفر وهاي السوالف هناك، فهو هنا اصلا دا يتكسر، التكسر دا يصير قبل لا يوصل للليفر. فبالتالي شو يعطيني؟ يعطيني الاندايركت هو اللي يرتفع. الاندايركت من يرتفع يعطيني جوندس. هذه صارت واضحه كلش. هذا النبات يعطيني هيموزدرين، عفوا البيلروبين هذا نبات يترسب وين؟ بالجول بلادر. فشي يعطيني؟ يعطيني جول ستون. فمن ضمن الفيتشرز اللي حنشوفها ممكن يكون عنده جول ستون. زين بنجي للهيمولايتيك انيميا، هنا مقسمها قايل انترا كارباسكولار واكسترا كارباسكولار. الانترا كارباسكولار ممبرينوباثي، انزيموباثي، هيموغلوبينوباثي، والاكسترا اميون او نون اميون. واضحه جدا. الكومن فيتشرز قلنا هي الكومن فيتشرز مال انيميا شيء طبيعي لانه بده يصير تكسر للار بي سي. ممكن يعطيني جوندس، ليش؟ لانه قلنا الاندايركت بيلروبين هو اللي يرتفع. سبلينو ميجالي بسبب اذا صار سيفير ديستركشن يعطيني سبلينو ميجالي. جول ستون قلنا لانه احتمال البيلروبين الاندايركت يروح يسوي ديبوزيشن بالجول بلادر فيسوي جول ستون. الريتيكولوسايت ترتفع، ليش ترتفع الريتيكولوسايت؟ ككومبنساتوري ميكانيزم بالهيمولايتيك انيميا. الهيمولايتيك انيميا هو ولو راح نستبق الاحداث بس بالهيمولايتيك انيميا دائما يرتفع الريتيكولوسايت كاونت، بحاله واحده ما يرتفع، هو المفروض يعني ما يرتفع بسبب يعني مرض. انه بالسيكل سيل انيميا مو يصير عندي ابلاستيك كرايسيس بالبون مرو، ما راح قلت هاني بالفيرولوجي انه البون مرو راح يجي يصير بي انفكشن ببافو فيروس بي 19، فذاك يقوم يبلش يكسر الار بي سي لان التارجت مال مالته هي الار بي سي، الار بي سي بروجينيتر او بريكورسر. فحتى الريتيكولوسايت اللي هي اما شو ار بي سي ما تسلم مني، فبعدها بالبون مرو تتكسر. فمن يجي السيركيليشن ما حنلقى ريتيكولوسايت كاونت عالي، نلقاه قليل. زين قليل النبات يقول اندتكتبل يعني حتى ما موجود. اندايركت بالروبينيميا يرتفع بالروبين. الاندايركت هنا الانكونجوجيشن ايرثرويد هايبربليجيا بالبون مرو، ليش؟ ككمبنساتوري ميكانيزم. هيموغلوبينيميا وهيموغلوبينيوريا من يروح لليورين. هذه كلها واضحة اعتقد. الانترنزيك احنا ايش قلنا؟ الانترنزيك الاسباب مالته هو انه هو ممكن يكون ميمبرين اباثي، ممكن يكون انزيم اباثي، ممكن يكون هيموغلوبين اباثي. نجي للميمبرين اباثيز اول وحده. نجي للميمبرين اباثيز. الميمبرين اباثيز اكو ديفكت بالميمبرين. ف هو من اللي يحدد شكل الخليه؟ طبعا البوردرز مالته اللي هو الممبرين. زين اذا عندي ديفكت بالممبرين حينطيني اشكال مختلفه، مثل ممكن يعطيني سفيروسايتوسيس تصير كرويه، ممكن يكون الليبتوسايتوسيس او بايرو بوليكوسايتوسيس او فالوسايتوسيس واكانثوسايتوسيس. احنا ندرس بس اول اثنين عشان ناخذهم ونشوف.
هسه نجي للممبرين اوباثيز. اول مثال عندها الهيريديتري سفيروسايتوسيس. فاذا اجي للسفيروسايتوسيس فالكوسز مالتها ما تكون هيريديتري وراثيه، فاقول السبب الاول هيريديتري او بسبب اوتو اميون ديزيز. فبسبب يا اما اسباب مات السفيروسايتوسيس، يعني هي السبب الاول والاشع هو هيريديتري سفيروسايتوسيس، والسبب الثاني هو اوتو اميون هيمولايتيك انيميا. كلش مهمة هاي الأسباب، يا إما هيرتري يا إما أوتوميون. أكو كوزس ثانية إي، بس إحنا وين هنا يعني الماست كمان هي الهيرتري أو أوتوميون. زين، بما أنه هي هيرتري فلازم نعرف نوع الوراثة بيها. نوع الوراثة بيها تكون أوتوزومال دوميننت، يعني فقط واحد من البيرنتس أفكت يسوي إنيشيشن هذا الديزيز. اكو حالات بها ريسيسيف اي ليس كمان بات مور سيفير ريسيسيف. اكو حالات انه لازم يكون الاثنين الاب والام مصابين، يلا الابن يورثها، لكن هنا يكون مور سيفير. زين، الديفكت وين دي يصير؟ قلنا بالممبرين. زين شو الممبرين؟ اكو بروتينات بالممبرين تسوي ستيبلايزنج من الممبرين، فحتى يعني ما يغير شكله، اللي هنا سبكترم والانكرين. فالسيتوسكليتال ديفكت، ديفكت بدن البروتينات يسوي شنو؟ ديفكت بالممبرين، فبالتالي يعطيني الهيريديتري سفيروسايتوسيس. زين، هنا الديفكت اللي من دي يصير دي يخلي لي لوزينج اوف سبكترين اند انكرين، يعني ما عند لا سبكترين ولا انكرين. فهنا هذا رسم هذا الانكرين هذا، وهذا السبكترين هذا الاخضر. فذني من يصير بيهن ديفكت بالسبكترين الانكرين، شو يسوي؟ يسوي الخليه سفيروسايت كرويه، مو بس هاي، اول شيء الخليه تصير سفيريكال ان شيب، الكلر مالتها راح تصير دنس كلر، والسنترال بلر المفروض مو الار بي سي بيها سنترال بلر، هنا السنترال بلر ماكو، نو سنترال بلر، والخليه تصير صغيرونه. زين، لانه صارت سبيركل ان شيب، اكو خاصيه مهمه كلش عند الار بي سي النورمال اللي هي السكويزنج، اللي هنا شنو تحصر روحها بالاوعيه الدمويه. هذا مثلا وعاء دموي، هذا هي منتج صغير وني هي كبيره، منتج صغير تقوم هيك تحصر روحها وتفوت، هيك تعصر بروحها وتفوت، هنا تفقد هاي الخاصيه. فمن تفوت بمايكرو سيركوليشن، يعني اوعية دموية دقيقة، وخصوصا موجودة بالسبلين، حيصير لها ديستراكشن هنا بالسبلين، حتتكسر. فبسبب انه تكسرت بالسبلين، فيقول انه اكو كيسات تجي فيري سيفير، يعني الحالة كلش قوية. احنا قلنا هو يكون اوتوزومال دوميننت، والسيفيرتي مالته تكون يعني جيدة نوعا ما، بس من يكون اوتوزومال ريسيسيف يكون فيري سيفير. هنا بالاوتوزومال ريسيسيف لانه فيري سيفير يكون الحل مالته انه شو نسوي؟ لانه بدها تتكسر بالسبلين، فنسوي سبلينكتومي، نشيل السبلين كله. اللايف سبان مالت الار بي سي بهذه الحالة تكون 30 يوم. تسوي البرزنتيشن يجي انيميا، جنرال فيتشرز مالت انيميا اللي هي 7 خصائص، هيديك، ويكنس، لثيرجي، هاي السؤال الذني، سبلينو ميجالي، جوندس، وغول ستون. سبلينو ميجالي بسبب سبيفير ديستركشن، وجوندس بسبب الاندايركت بلوروبين، وغول ستون بسبب البرسيبيتيشن اوف او ديبوزيشن اوف اندايركت بلوروبين، يسوي لي غول ستون. زين، هذه واضحة. خلينا نشوف بعد شنو عندنا ما قلنا. ها، المادة الدايجنوسيز، يعني التست سبيسيفيك إلي. طبعا احنا عندنا ديفينيتيف دايجنوسيز وسكرينينج. الديفينيتيف هو البي سي ار، هذا منتهين منه، لانه هو هنا المشكله ده تصير جينيتيك ديفكت بالجينات اللي تسوي تعابر تسوي كودينج للانكرين والسبكترين. فاذا سوي بي سي ار حيطلع لهذا الجينيتيك ديفكت، وبالتالي عارفه انه هاي سبيروسايتوسيس. بس السكرينينج تيست عن طريق شنو؟ عن طريق تيست اسمه اوزموتيك فيجيلتي تيست، اعتقد احنا ما مطالبين بيه، بس انا حقوله انه هذا هنا نحط نورمال سلاين، العفو يا نورمال،
هايبرتونيك سوليوشن، هايبرتونيك، ونجيب هنا ار بي سيات ونخليهم. الار بي سي الطبيعية بسبب انها تكون هيك باي كونكيف ديسك، اذا هو غير بالهايبرتونيك سوليوشن ينتقل المواد من المنطقة ذات التركيز العالي الى ذات التركيز الواطي، غير هنا يكون التركيز عالي داخل الار بي سي واطي، فالانتقال هيك حيكون. اذا كانت هاي باي كونكيف ديسك ايش قد ما ينتقل لها مي، تنفخ 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 لحد ما بالنهاية تنفجر، بس شنو تاخذ وقت حتى تنفجر. ليش؟ لانه استيعابها يكون كبير للمي. بينما اذا كانت الخلية سفيروسايت، فانا من البداية جبتها منفوخة وحطيتها، فبس شوية تسحب مي مباشرة بوقت قليل راح تنفجر، فاعرف انه هذا سفيروسايتوسيس. زين، سيبلينا بليان امبورتنت رول، لانه هو ديستركشن دي يصير بيه. سيبلينكتومي امبروفمنت اوف انيميا بات نوت سفيروسايت. بالمناسبة احنا مو قلنا اكو حالات اذا كان الوراثة بيها اوتوسومال ريسيسيف تكون سيفير، وقلنا انه ممكن يسوي له سيبلينكتومي. سيبلينكتومي ما يعالج السفيروسايت، تبقى الخلية بكل الاحوال سفيروسايت ويبقى جينتك ديفكت موجود. بس شنو ممكن اقلله؟ اقلل نسبة التكسير، يعني اقلها التكسير يقل بالسبلين، بس تبقى المشكلة بي عنده سفيروسايت. الديفكت الثاني اللي ينضم من تحت الممبرينوباثيز اللي هو الهيريديتري الكتوسايتوسيس. هنا هو مو كلش مهم، هذا نوع الوراثة بي تكون اوتوسومال دوميننت ويكون مايلد ديزيز. هنا الديزيز مالته كلش مايلد، يعني حتى ما يجي للمستشفى. بس المشكلة شنو اذا تزوجوا اثنين عندهم الالبتوسيتوسيس، الناتج راح يكون بايو بويكيلوسيتوسيس. هذا المرض فيري سيفير ويكون ريسيسيف، يعني حتى اذا واحد بس عنده وسوى تعابر هذا الجين هيطلع مو عنده البايو بويكيلوسيتوسيس، يكون فيري سيفير. هو هذا خلاص ما بيشي. نجي للانترنسيك اللي هو النوع الثاني من الانترنسيك اللي هي الانزيموباثيز. عندنا انزيموباثيز مثالها ماخذ داء الباقلاء اللي هو جي 6 بي دي ديفيشنسي. خلينا نشرح هنا. عندنا بالبنتوز فوسفات باثوي، الجلوكوز منها لازم تحول الى فوسفوغلوكانات، يمر خلال مراحل هواية. واحدة من ذلك الخطوات عندنا مرحلة تحتاج الى جي 6 بي دي، انزيم اسمه جي 6 بي دي. هذا الانزيم يحول الناد بي الى ناد بي اتش، وهذا بعدين يحول جي اس اس جي الى جي اس اتش. هذا التحويل هنا يحول لي ال H2O2 اللي موجود بالخلية نتيجة الفعاليات الحيوية، يتكون H2O2 اللي هو البيوكسايد، يحوله إلى شنو؟ H2O وO2. هذا free radical، يعني إذا بقى بالخلية يدمرها. فهاي إذا تمشي العملية هيش طبيعيا راح يصير تحويل لهذا free radical. إذا كان أكو بسايشن محتاجة إلى G6PD، فهذه العملية كلها ايش محتاجة؟ محتاجة جي 6 بي دي. زين، اذا ما صارت هاي العملية يبقى الفري راديكال هذا وين يروح يشتغل؟ هذا مو الهيموغلوبين بالخلية، يجي يسوي له دينايتريشن اوف هيموغلوبين، بحيث اذا باوعنا للخلية نشوف انه هذه الاي بي سي مثلا الهيموغلوبين بسبب انه دينايتريشن دي يتجمع يترسب بهيج بصفحة، فمسوي لي ايش مثل الكوما الترسبات، هذا نسميه الهينز بودي. على اعتبار انه هذا الهينز بودي فورم بودي، تجي الماكروفيج تاكله تعضي الخلية، فايش تسوي؟ تسوي لي شكل اسمه البوتنسيال خلية المعضوضة هيج تطلع. فالبوتنسيال منين متكونة؟ متكونة من ار بي سي تحتوي على الهينز بودي وماكروفيج تتعض بيها. بعد او ممكن اشتطني الماكروفيج بعدها ما عضته، فيبقى بس هذا الشكل اللي هنا والهيموغلوبين هنا معزول، وهذه حلقة هنا متكونة فوق الهيموغلوبين، فنسميها الجوست سيل او البلستر سيل.
فهذه الأشياء نشوفها بالبلاتفورم، نشوف بوتنسيال ونشوف جوست. يلا زين، هذه واضحة. فهنا شارح يقول بالفوسفات بنتوس فوسفيت باثوي اكو جي 6 بي دي ديفشنسي، فيسوي لي جلوتاثيون ديفشنسي اللي هو نحتاجه حتى نحول ال H2O2 الى H2O بلس O2. ف جلايكولايتيك باثوي بايوفيت كايناز ديفشنسي. G6PD deficiency أول شيء هذا نوع شنو يكون most common enzymopathy، يكون X-linked disease يعني منه أكثر شيء affect الميال الفيميل تكون carrier. بس شنو الفيميل تكون carrier بس كيسات تطلع بها الفيميل مو carrier، ذكرهم الدكتور هسه ذكرهم. المهم اللي هن شو تطلع الفيميل، هو المفروض اكس لينك ديزيز، فالميل هو الافكتد يعني 100% يعني مصاب، بس الفيميل تكون كيرير. بس على حالتين الفيميل تطلع مو كيرير يعني افكتد هم، اللي هي حالة انه البوث بيرنتس افكتد ابوها وامها اثنينهم افكتد بهذا الديزيز، او بحالة التيرنري سندروم. التيرنري سندروم تيرنري سيندروم او بوث بيرنتس ار افكتد، ف اللي هو موست كومن انزيموباثي اكس لينك ديزيز يعني الميل يتاثر اكثر من الفيميل. الكلينيكال برزنتيشن يجي هيماتيتيك انيميا اوف نيو بونز فافيزم ما كل باقله لو كرونيك نون سفيروسايت هيمولايتيك انيميا نون سفيروسايتيك هيمولايتيك انيميا. زين البرزنتيشن دائما يجي اكيوت اتاك، يعني الباحث كل ما بي اليوم يجي مصوفه، واغلب الاشياء انه يكون متعرض اللي بريديسبوزينج فاكتورز مثل يكون فافيزم او شامحه بنزين اكو بيهم. زين الهيموغلوبين هنا يكون قيمته يعني اغلب شيء يجون سيفير هيمولايسيس، هيموغلوبين يوصل 3 نوبات 4 نوبات 5 نوبات 6 هيجي.